عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب الله كرى لأهذا أمير المؤمنين أن النبي يحيي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إلهي كرأهاي يرفع كرب أقوقاذا بهذا الكلام كتابك إلهي أقوى من ضد ويضع هوسب أقودقا به قرآنك آخرين عدي كتابك أخرسة تأي تدبر تأي كعمل فشاء أحكام تيسا قادة تأي أهقان سناتا مقعودة يشرفتو ذي قيمه ذو كرق أقالا عدي قرآنك لك أدقي ويدا أي كفورسة تأي كجيسة تأي قرآنك يستعدد كيسانا يستوح لأنك سوقاذن شهادة الله على شهادة ودونها هزتو مال الله على ماشو دونها كسوبحو ها دي PhD واحد دونت هرنك أدار القرآن كاسي هركع هيري لا معنى له لا معنى له وح معنى له وايح وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال وحير سمعت وحان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي أولما المقلي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قرآن كأخيه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يوم القيامة وإما ذا قرآنك تذكي قرآنك أصاحبك ها إسقى أشفع قاضية ومحاجن كا إسقى إسقى ما كودو ذي رحمن كيبو كاجا شفع قاضي إرجو كلمة شفاعة في عربي إرجوي صومالي قرآن كيبا إرجو كون قنوي رحمن كلا هبلي هبين كيبا ندي ذي إنه سحظ أنيقوي أخرج قرآن كاله صوم كنا واقية ها صوم كنا إرجو نقرية أنا يقولنا دارتي بان قوديو عبتانو ديدي لبدا سامو منك إرجو نقرية دارتي يوم القيامة القرآن كي صوم اقرأوا القرآن ورهي القرآن كأخرية فإنه استجو القرآن كي يأتي وحي من يوم القيامة شافي عن استجو إرجو لأصحابه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر وعبد الله بن عمر الله سيء أبي بكر رالي أهذا عن النبي حبيب كوحي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في إثنتين حسد كمصقنا من بنانا إلا لبمو يعني لبا الرموت يبدو حسد كم بنايا حسد كأسل كيسا وحرام سمعنا قلنا حسد منه حرائية بلوى من الكبائر الذنوب إمام شمس الدين الذهبي كتاب كيسي الكبائر الحسد وحو كدري ذنوب تواوين بو كدري الكبائر كواوين بو كدري حسد ومحاته حسد وحووي قلت إيا النعمة إلهي ولا الكاسيي أو أتكهتت أو تبستت أو دونتت نعمة داسي إني كزوشو ولا الكاه لما مدبا مركاه إن أتكهتت وتراهيد نعمة داسي هبل محوق هايستا أنا ugum mudnaaye oo adigu doontid in naxmadii ku timaado ama yaanay ku imanayne horta isagu ha waayo horta isagu horta ha waayo xasad baa la ilaaba waxaad nacaysaa naxmadu ilaahay qof siiyay waad dibsanaysa wa kaannaku ibn shamsuddin dahmar ku sharhay u xiyiri bal dhageyso waxaad leedahay u yiri ilaahu qaybtaagu sax ma aha ma taqaan sida wax loo qaybiyo ilaahu ana ka aqaana saasa xasad ku waslaade أهم يقسمون رحمة ربك نحن قصبنا بينهم معيشتهم ورما يقا قيبنا يقا الله ديبين نحذو دانا كلا قيبية أنا إذن كلا قيبنا كان أبض باسينا يا فربضنا صالحا كان حاجدا هقاجنا يا كان حولها أبضنا يا عيال كان قدر يا كان حوغا يرو أفتهن ما أنسينا يا جيب كان كإنججنا يا كان أقوان تانو يربضنا يا كان مقعير ماموس بانس كان عبادة دان أبضنا يا سوجيتك وأنا إذن قيبي بي لهي لي هورا أي أقبلا حاسد كي محولي مي إله ومتقاند حاشا لله أنا كان أقان هبل مقلم لا يستحق هذه النعمة يعني من الكبائر هاي المقام ومن الكبائر تيبو مركا حديث كسور ريبيا لا حسد إلا في إثنتين وينو شرح الدورنا لبا الرموض أون باب الحسد هجلين وحل الجلية باب الغبطة لما كلمة ذات بجيزة مكاف شرعية حسد هي غبطة حسد كوا كان قوشة يا جاي
waxaa tamaninaysaa gallada ilaahay addoonka ilaahay siiyay inay ka duushaa tamaninaysa maxaa la yidhahdaa xasad waa xaaraan waa min alkabaa'ir maxaa jira laakiin waxaa la yidhahdaa ghibta ghibta waa maxay ma tamaninaysid nicmadaasi walaalkaaga inay ka duusha ma tamaninaysid allah u ziyaadiyaa baad leedahay laakiin hoostaa waxaad ka leedahay ilaahow anna taasoo kale anna isi ila ilaahay way khasnadiisu way buuxdaayeen ilaahow anigana isi ilaahow ubadkaasoo ku saalixa isi ilaahow arsaaqda xalaasha ilaahow anigana isi ilaahow anigana isi baad leedahay isagii laakiin ma dhibsanaysid tiisii alla u ziyaadi baad leedahay isaga laakiin hoosta maxaad kaga leedahay anna daanna ii dhib daanna ilaahow ii dhib anna taa maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhaha ghibta eh kamasho alla jaka allah khayr kamasho waad kamarasaa w hadi ismaad ghibta ma xasad maaha ajar baabaad ku helaysaa walaalka baad ugu duceeyeen ilaahow isagana u ziyaadi adna waxaad leedahay ilaahow waa tii ayoo kale sheekadii ku dhacday nabiyullaahi zakariya iyo inantii uu korinayey ee maryama qur-aanka tafsiirka sheekhu inoogu sharxay kullamaa dakala calayhaa zakariya almixraaba muxuu yidhi wajada cindahaa risqa isaga xoogaa yar usoo qaadqaada markuu u galay sidaahdaba inantiiyo wax ag yaallaan oo weliba xilligaa wax la cuno waxaan ahayn xilligaa kulaylaha ilaahay wuxuu siin jiray cuntada qaboobaha xilliga qaboobahana ilaahay wuxuu u keen jiray yaa cunto aan magaaladaba oolin iyo khudrawaad waddankaba aan oolin nebi zakariya waa anaa cuntada kuu keenay halkan aad ku cibaadaysataay annaa laki haada hakad waxaan kaaga yimaaday inantii de waa nebi bay la hadlaysaay huwa min cindi illah bat ilaahay baa isa keenay halka soo karaamo maaha ileen maryan nebiyad may hayne maryan maxay may hayn nebiyad may hayn cindi ahli sunnati waljamaaca nebi oo dhan rag buu ahaa dumar nebi ma noqon laakiin karaamada ilaahay uu maryan siiyey so karaamo maaha hadi karaamo meeshaan u soconnaa halkaa maaha markuu soo baxay ayuu qur-aanku muxuu yidhi hunaalika hunaalika dacaa zakariya rabba waa qibtada kuushe waa kamashadii waa adigan maryamba wax u dhiidhiibay yaa waa adigan maryamba inanta yare hayaba hunaalika dacaa zakariya rabba rabbahayga cidlaha igaga tegin odayna waan ahay caruurna ma haye ilaahu idma yaroo de isha yar isha ku yar noogsado diintana iga dhaxla hunaalika dacaa zakariya rabbahu markaas culimmadu waxay yidhaahdeen sharafu zamaani wa sharafu lmakaani fi ladciyati walaxwaal kelmadda hunaalika laga qaatay muxuu ilaahay hunaalika wiy markuu soo baxo meeshiisa muu zakariya ku ducaysto meesha meel ay maryam ku cibaadaysata ahayd halkaasuu is yidhi ku tawasul makaanka laftiisa makaanka laftiisa ku tawasulo meesha cibaado badan baa ku dhacday meesha aada loogu sujuuday ee aada qur-aan loogu akhriyey iska yartegiyo waxaas leedahay halkan aada baa loogu cibaadaystay hunaalika idan marka alxasad waa xaaraan alghibta ama kamashada calaa fatwa sheekh cabdikani jazaka allah khayr way bannaan tahay tiiba markaa inaloo sheegaya laa xasada xaasidnima kuma sugna ilaa fi ithnatayn laba arrimood waa lagu ogol yahay koow rajulun qadan baabu taqliib rajulun aataahu allaahu ilaahay siiyey maalan xoolo adduun buu ilaahay siiyey ninka muxuu sameeyey xoolihii ummadda isagama hor keena eh ummadda isguboorkooda isuguma dhiidhiibe eh muxuu samaynayaa fasallatahu wuu qaybinayaa xoolihii calaa halakatihi tulkii iyo qaraabadii iyo jamaacadii iyo masaakiintii dadkiibu xoolihii u dhiidhiibayaa bilxaqi xaq buu ku bixinaya xaq ayuu ku bixinaya xooluu bixinaya marka adna waad aragtay ninkaasoo xoolihii bixinaya oo macalinkii siinaya oo ardaygii u dhiibaya oo agoonkii u dhiibaya oo armaladii oday uu ka dhintay u dhiibaya oo masaajidadii meelad marmarhee dhan marka masaajida waaweyn la dhiso aad aragto la goglo xafladaha la furay meelad hoosta ka odhan ani annagana in yar noo dhiibay kaloo kale hanu dhisne hoosta meelad marmar ka odhani waa kamasho waa lagu ogol yahay taa a iyo kutub lasoo dhaadhiciyey la qaybinayo ti annagana ayaa noo dhiibay dadka waan u dhiibi lahayn a kamasha taa la yidhaho taasi waa lagu ogol yahay ka labaad wa rajulun aataahu allahu xikmatan cilman dheh nin ilaahay xikmo iyo cilmi siiyey aqoon fa huwa yaqdii biha wuu ku kala xukumayaa xikmaddii iyo aqoontii wa yucallimuhaa dadkiina wuu barayaa ilahay baa wax baray isagana dadkii buu wax baraya xikmad buu ilaahay u dhiibay ummaddiibuu ku kala garsoorayaa
adna inaad tiraad arrin ay bara anahan wax shee sheege arrin anna in yari dhiibo anahan dadka kale xukumoo diinta ilaahay ku kala xukumee xasad maaha taas baabulqibta ayaa iyadna muxuutoo la yidhaahdaa oo qofku inuu tamaniyo khayrka wanaag badan baa ku jira nibaasoo aad maray isagoo iska lugaynaya xabiibka inooga sheeg walxadiidu saxiix markaasaa wuxuu soo maray caratuul yaroo meel yar taaro oo markaasuu hoosta ka eega quruurux iyo dhagxan iyo ciid badanoo meesha yaalla isagaa isla hadlaya cidma maqlayso ninkii baa wuxuu yidhi alla intaasoo xoolo adduunaya ii dhiiba anigana taaga quruuruxaasoo midhanoo lacaga yaa ii dhiiba buu yidhi dar ilaahay baan u bixin lahay iska dhaqaaqa nabigaa inooga sheekaysa lab yowma alqiyaama ilaahay ninkii soo bixiyey markaasaa saxiifadiisii waxaa ku jira camal aanu la imanin oo fara badan markaas oranaya yaa raxmaan rabow anu waxaanoo dhan ma samaynin waxaanoo khayra iigu jira meesha goormaan la imitay markaasuu yii miyaanad xasuusnayn maalin aad meed martay caratuul yaroo quruurux badan yaallaan oo hoosta aad ka tidhi ariya iyo caseeya intan intan yaa iyo caseeyahan fi sabiili illaahi u bixiya ah markaasuu yihi haa niyadaadii saalixaa baan kuu qoray buyi alla subxaanahu watacaala bal imise inuu iska dayacnaa ajar niyo saalixa ah imise inuu iska dayacnaa inuu hormara walaa kasoo aryaan waa samayn lahayaanaya eegaba deeda ilaahay uu kuu kobciyo kuu kobciyo bal qiyaamo lagu dhiibo niyadaadii saalixa ahayd aha وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان لبدا الريموت حسد مله غبط ده قف خول بخيو دونتو ادن اي قف يلهي علمي سيو علمي فافينيا لبدا سبا حسد ما هي وا كمشو وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنه قفك أخري حرف كتابك إلهي كمذا فله قفك وحا أصبنا ذي حسنة أجر والحسنة أجرك بعشر أمثالها توبا لاب لاب كيوي لا أقول أرن ما يغويري ألف لامين حرف صدح ذا حرف اسكو قبن ما يحرف كسو قاضي ما ولكن وحا نورن بيوري ألف كوا حرف لام كوا حرف ميم وحرف أي كلية هاي بمعنى إلهي سبحانه وتعالى سرية قف قرآن كأخرنا يا حرف كستأو أخرية أو كلمات كقرآن ككم إذا أجرب إلهي أقرية سبحانه وتعالى رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أيا وريي وقال وحير حديث حسن صحيح طود بلبك تعالى حديث حسن صحيح هو إمام الترمذي وجيري xilligeeda maahe mustalaxaad ku dhigan doontaan haddii ilaahaydna waayah wacan abi saciidin alkhudriya radia allahu canhu can annabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal yaquulu subxaanahu wa tacaalaa waa xadiid qudsi ah markaa kale ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay man shagalahu lqur'aanu wa dikrii can mas'alatii أعطيته أفضل ما أعطي السائلين الله أكبر قفك وكم مشغول يا من شغله قفك شغله وكم مشغول يا القرآن قرآنك أخرس كيسة برشديس فافنتيس كسوجيت كيسة تدبر كيسة وذكري يا حسكي لبضع الرموت قرآنك يا ذكري يا إله قفك أي كم مشغول عن مسألة إنو حبيد يستبه إنو إبريو أو إتوغو qofku qur'aanka iyo dhikrigu ka mashquuliyo acaytuhu waxaan siiyaa qofka afdala maa ucti asaa'iliin ka ibarya ee kuwa ibarya ee ituugaya waxa ay siiyaan waxa uga fadli badan baan siiyaa kaa inuu ibaryaba iloobay ee ku iloobay qur'aanu afka ku haya isagu iyo dhikriga ilaahay un maxay toole uu ku haya nacam qofkaasi markaa da waa mashquulun bidikri illaahi tabaaraka dikrigaa ilaahay buu mashquul ku yahay qur'aankaa ilaahay buu mashquul ku yahay wa fadlu kalaami illaahi subxaanahu wa tacaalaa hadalka ilaahay fadligiisu calaa saa'iri alkalaami dadka kale hadalkiisa ka fadli illaahi tacaalaa calaa khalqihi ilaahay siduu uga fadli badan yahay khalqigu isagu abuuray ayuu hadalka ilaahayna uga fadli badan yahay hadalka aadamaha da maxaaba isku keenay hadalka aadamaha hadalka aadamaha hadalka ilaahay baa ka fadli badan sida uu ilaahay uga fadli badan yahay aadamihiisa markaa maxaa ku jira
ده إلهي هذا الكيس أكون مشغول هذا الكآدمها أكون مشغول ها هذا الكآدمها أكون مشغول هذا الكإلهي يكون مشغول سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث غريب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب إن الذي كي ليس في جوفه جوف كيس أما قنتيس أما لابتيس آل كجر شيء إن كمده من القرآن القرآن به وحول مذيه كالبيت الخريب قري خرب خرب ودمي ويسكت دمي أيو لمذيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ودو غوريغا عمران يي غوريغا دومي مسكو ميدبا مال نظيف اهيو غدافد مسكو ميدبا مسكو ميدبا اتين الكل مسكو ميدبا ان الذي قفكي ليس في جوفه لابتيسه شيء ان من القران قرانك كمده الي كجريم وحو لميد يحي كالبيت الخرب بيت بلا بركه او اسكغ او غدافد او لغا غوراي او كلا ايو لميد يحي رواه الترمذي وقال وحو يري حديثك حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال وحاله أرني لصاحب القرآن قرآن كي أصاحبك أها اقرأ أخري ورق أو كرمر كرسعه الترقي ومرك ثلان كريسد ad marba salaan kortid ruqiyiba kugu dhacay marba salaan baad kursa akhri oo qur ahaw waratil akhri kama kunta turattilu fi dunya adunka bakad joogta saadu akhri jirtay maantana u akhri soco hakee loo socda fa inna manzilatak jannada meesha aad ka degaysa iyo darajada jannada aad ka degaysa inda akhri ayatin taqra'uha aayada ugu dambaysa ee laabtaada ku jirta marka ay ka go'do halkaas aad ku jiraysaa 6200 iyo dhowr iyo soddon cadiga quraanka ugu badan marka la sheego waa kam darajo marka kam darajo wey faqada yuqalu li saahib alquraan quraanka ki u saahibka ha waxa lagu leeyo ma qiyaama akhri oo kormar waratil akhri sad adduunka ugu akhri jirtay manzilada darajadaadu fil janna وهلك آيات قدام بس ما كان أخردي إيك هاجو أضده إيه لقونا جنات وها هلك أنا هذا بهلك هلك أجو رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هلك أنا سمر كإله سبحانه وتعالى قف كده رجات هي سكر وقاعد الأرض يوم القيامة إلهي هنا قدر قوي أخرية كر مرة إلهي سبحانه وتعالى وعن يوم القيامة أدجيو وعن سهيل ابن معاذ عن أبيه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن قفك قرآن كحفظيه وعمل بما فيه كن عمل فلا قرآن كإحذيس وحا كجره ألبس الله إلهي بأحره والديه لبضي إساقنا لي تاجا إكليلا تاج وبقر وحن مدح وصارته يا تاج لا إله تاج أي إلهي أحرى سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم القيامة لبدي والد الله حريا ضوءه تاج كافتين كيس النور كيسه أحسن من ضوء الشمس افتين كعن عادة كفي عن في بيوت الدنيا كريها الدون كعن عادة صدى أي أقشه أي افتين مسه يوم القيامة تاج كالبدا والد قفك قرآن كحفظي الله حريه فما ظنكم كورم بالذي كي عمل بهذا لبدي والد بها الكادر جلسي كي إصاق حفظي كو عمل فلي محال صيني دواها بشي يقنو صوبة يا صوبة باب القياس كي بها لبدي والد بها الكادر مريه كو دادالي أبس حفظ هو يسرك قرآن كتك معلن كتك ملعامدة تك والحفظ والجهد يا أبي هو إذا إلهي من يين إلهي ما هو يسر من يين الله ما يصدح أبد كي وحفظ سي بنا من جوا أبي هو إذا سوم جوا الحمد لله رب العالمين إخلي قاسانس فما ظنكم بيه هذا باب الملاية
بالذي كي إسره عمل بهذا قرآن كاكو عمل فلي إيه فهمي إسره هل كو إلهي لي رواه أبو داود وروى الدارمي بإسناد كيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحجر النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن والقرآن كأخريع فإن الله تعالى إلهي سريه لا يعذب مع ذابه قلبا قلبي وعاوليي القرآن قرآن كويليي حفظا وفهما ترتيلا وتدبرا إلهي مع عقابه والقرآن كأخريع ورهي القرآن كأخريع فإن الله تعالى إلهي سريه لا يعذب مع عقابه قلبا قلبي مع عقابه وعلى القرآن قرآن كويليي وإن هذا القرآن قرآن كرنا مأدبة الله ويه مأدبة وحويان ميس كادتك كوع السنتي ما كادو دت قفنا على السنتي سو ما جوشيت آه وحد هالك هالصور لجيس خيراتك يا مذبية يا أنت ذا كده دوبة مرتبة تكون مرتبة صورة زما هالك هذا مأدبة الضيوف بالله إلى الله والقرآن كهذا هو مأدبة الله ويا ومشي إلى هيك دتك كوع صورة يكون مرتبة صورة يوي الله سبحانه وتعالى فمن دخل فيه قفك القرآن كجلا فهو آمن نبتجل ومن أحب القرآن أفك القرآن كجعلارة تذكى أهل القرآن كجعلارة ها فلها هاي ذي القرآن فليبها فليبشر ما ذي القرآن تاي فليبشر هاد بشاريستو قرآن كآخرية إلهي مع عقابه قلب قرآن كويليي القرآن هو مأدبة الله تبارك وتعالى قفك القرآن كقلاء وآمن أما وحات هذا فمن دخل فيه وضمير كهيدا وحات العلسة مأدبة الله وعلي إلا إنسان أقرب المذكورة وقفك محيطه لمرتصورك الرحمن كقلانا وأنا بدقلي مأدبة الله قفر لي ما نباته قاري لبضى برنه مكا ومن احب القران ورفق القران كجعلانا ها قد با يقول اقول فرب القران كو لهين هذا القران كو اسكجعل سو ما جرى ملعامدها جعل كو حفظن جعل القران كو سو اسك فافا او اسكجعل ها ومن احب القران حب شاريست بو كوست ومحمد الله نعم ويا ابو ذر رضي الله عنه الله كرالي هذا يكو ما قرن و هل وا كره و خيري يا رسول الله بي اوصني رسول الله الى دردارن بي أبو ذر بن النبي محمد ويدي صحابة رضي الله عنهم نبي وقولوا دو من جرين وقولوا دو من جرين بذل البحر بهوست ويدي رسول الله كلمة به رسول الله إلى دردارة رسول الله يدعي ها تصوكر أو السنيب إلى دردارة قال عليك بتقوى الله إلهك عبسه فإنها رأس الأمر كله دين تورن مدحيذ وعبسه إلهي قلت يا رسول الله زدني يكرني أبو ذر تقوذي وكاهي يايو إني يقدر قال عليك بتلاوة القرآن قرآن كأخرس كيسا بذي فإنه نور لك في الأرض لك أنت جوكت افتين بكويا وذخر لك في السماء يوم سمضنا أبال لغو تيريو لغو لبن لابيو وتكب حسن دون توكويا هاي لبضى لك عليك فقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو ذر محوكو يولي ورط إلهي كعبس إيكور نبو يولي القرآن كان أكجون جوك بير بركة لا ما ضعص بير قلت إلهي كعبس وحاضرني دار إلهي يوده دار إلهي يوده لا إله إلا الله وياه وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أم يقرأ القرآن عبد الحميد الحماني أي وحي لسفيان الثوري بن ويد سفيان الثوري ودرجة دي طبقة دي ها تابعين وين ذي كبار الصحابة كبار التابعين سفيان الثوري بن ويد من بن ويدين يا ومحي لبضع كبار أكثر على ذوق الجعشة قف في الجهاد في سبيل الله أبحر يغزو جهاد في سبيل الله أبحر
أحب إليك مكاسة أكثر أن تعيشها أذيه أم يقرأ القرآن مثل إنه فرديه قرآن كو أخريه كما تعيشها. فقال الحيولي سفيان يقرأ القرآن إنه قرآن كو أخريه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب كو الحيولي خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدينك خير بضن كين قرآن كأخرية القرآن كبرتا مركو برتنا إساقي داتكي داتكي إساقونا برا أيا إذينك خير بضن إلى النبي صلى الله صلى الله عليه وعليه وسلم بعض أو على إطلاقه معه على إطلاقه معه أوام محي ومركو جهادك يهي فرض كفاية جهادك مركو يهي محي فرض كفاية جهادك والله مرة وفرض عين مرة وفرض كفاية مركو جهادك فرض كفاية وياهي إني هدا يبحضه وإمام كي مسلمين تو يسقوا قاضي جهاد كاس يسقوا إعلامي ها كوحي رما نقول أنا قاجر ما يسوا إمام كمسلمين تعالى هوا شخص ها أعمالش الإسلام كواحد جرت أعمال فرد فردي أنا قبناه صلاة فردي أنا قبناه صوم فردي أنا قبناه زكاة فردي أنا قبناه حج أنا فردي ويهو قبناه يا واحد جرت أعمال إلا جماعة أهل لوج تموا يانا إمام كمسلمين تو أنصحيه ويرى هذا وين ولا قاعدين هنا ما أنت وما تذكرها هذا مو يعني يعني قوح كريه لبح كريه أبسط أبسط مركها دي وجهات كيها فرض كفاية أو إن هذاي بحضو أنت كلا أي كر دي حرج كي حكم كي أنت هذا إن بحضو يعني القرآن كلكته أودت كقوله تو كيف فضل بدوي لفريس القرآن أخرس كان مركها بحث الفاف سفيان الثوري ساسا يكتبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وياه طبعا بضم بالك شيء كي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري بالرياضي استقوا أوحوا كل رياضي أبو سعيد أصحابي الخدري دي استقوا قرية سورة صاد استقوا قرية كل رياضي مركي أسوق قالي آيات سجدة كجرتي صاد لسكو خلاف سيهاي إلا سجودة سجودة تلاوة يا إيك هلا أيها الحيري وسعيد الخدري والرياضي رأى الدوات خطكي خطكي وحكو قرية وقلن يا الدواء دواتك وخطك قعنت اللي قليا مركز أي الدواء إلى هذا خطكي يا قلن كيبو أركي وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قلن كيو سجودي الله دوادي خطكي ورسجودي أيو أبو سعيد خضر كل رياضي قال وحجر أبو سعيد فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال الشيء النبي صلى الله عليه وسلم صحابه صلى الله عليه وسلم بل نبي قلت صعد فجرت كيو سوجة استمركو سبحان الله ما يستعد كارتا أيو ويدين جري ورحلة ميانو متكين الريونين ما حب إذا حلي أرق ها والرياضو سيد النبي قلت صلى الله عليه وسلم نبي نمد قيب كميدي ويا أبو رياضة صالحة أما هذا أركي أما هو الكهابة هو أركي ومبشرات كقفك قلبك قصة جاية زي ما كان أذاك إنه كجيرنا أكله بس إن أديت كي كنت هاجن تين أنا كنت هاجلين إلا واحد من ببسه ده ده جاية خير بقول هاي كنت صيع أما ولا الكهاي وصالح وكه عبادة بدن باك ويا أركي هذا القرآن آخر ليا هذا مساعد كجيرة هذا قو مال صالح مكاس كورن يا حلي وحنا كرياضي هذا قو مركز نيد كورن سؤال هذا ها هذا العبادة سيبني ها وأنا كنت هاجن تهاي وأنا تاون كرسي نو ها ومبشرات كي كميتها والحوار كما كان مسعود خدري قال إنك يدوات كي ولا سجودا فقصصتها على النبي النبي قال أش هي النبي صلى الله عليه وسلم حال ساسا كريان حبيبك صلى الله عليه وسلم فلم يزل كما زور النبي قو مركو سوكر استاقو يسجد لها إنه أسجوده رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل رسول الله نبى النبي صلى الله عليه وسلم كسر حيوه فقوم قرنا قال يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم حليب الرياضي بيورسنا كأني واحد مودابا الرياضي أصلي إنا كنت متكنا خلف شجرة جد قداشي ما كنت كنا يبيو فرأيت واحد الرياضي كأني قرأت سجدة سجدة تلاوة إنا أخريي صلاة إنا كنت كنا فرأيت سجرة جيت كي أنا كنت متكنا
ayaa ila sujuuday markaan sujuuday riyaan ku arkay yaa buu fa sami'tuha waxaan maqlay geedkii wahiya saajidatun iyada oo sujuudsan wahiya taquulu geedkii oo leh allahumma aktub lii cindaka ajra ilaahoo sujuuda agtaada wanaag igu qor waj'al lii cindaka dukhra abaalna agtaada iigu dhig wadac canii biha wisra dembina iga hoobi waqbalhaa minii rabbow iga aqbal kamaa taqabalta min cabdika daa'uud nebi daa'uud saad uga aqbashay yaa warkaaleh waa geed sujuuso buu nagu riyoonaya geed baa ilaahay baryahaya qol ilaahowba cidlaha igaga tegine sidaad nebi daa'uud u aqbashay qaala bnu cabaas fara'aytu waxaan arkay buu yidhi rasuul allaahi baa arkay sal lla qara'a sajda sajda tilaawo akhriyey fasamictuhu waan maqlay nebiga wahuwa nebiga oo saajidun xaala kawn he oo leh mila maa qaala rajulu cinda kalaami shajara geedkii sujuusanaaye riyada uu ku arkay intuu baryayey ayuu nebiguna ku ducaystay sala allahu calayhi wasalam rawaahu tirmidiy wabnu maaja wabnu xibaan fii saxiixi lafdigana ibnu xibaan albaabu thaani fii tarjiixi alqiraa'ati waalqaari'i calaa gayrihimaa akhriska qur'aanka iyo ka akhrinaya cibaado kale iyo dikri kale inuu la yimaado keebaa fadli badan tiibuu rabaa inuu kala tarjiixiyo meel baa soo gashay waad iska fadhidaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa hawl baad wadaa ma inaad alkaarta akhrido ayaa fadli badan misaan qur'aan akhrido bar qaar baa sii durkiyo waxay yidhaahdeen sunan sunanka salaada faradka aan ahayn sunanka salaadaha la tukado iyo akhriska qur'aanka keebaa fadli badan labadaa xataa way isbarbar way isbarbar dhigeen haynu eegno thabata waxaa ka sugnaaday can cabdullaahi bni mascuudin alansaariy albadri radia allaahu canhu halkaasay gaadheen saxaabadu ha cabdullaahi bni mascuud aada reer yemani reer dows ha laakiin maxaa la bilaabay markii la saxaabiyoobay in laga tegay xataa qabiil sheegashadii ha markaasa maxaa laysku ammaanayaa waa reer ansaar waa ansaar maxaa kale ugu sii jira waa reer bader ninku waa badri waa reer ansaar waa darajo la gaadho markaa ha waa darajo la gaadho saabiquun muhaajiruun saxaabadii ansaar badri ahlul axzaab daraja waa islaamku sidii uu u daweeyey qabyaaladii carabta dhexdeeda taallay ayaa wuxuu ugu bedelay waa nasabkan kala sheegta cabdullaahi bni mascuud waa ansaar waar waana badri radia allahu canhu an nabi sallam wuxuu yidhi yaa umu lqowma aqra'uhum likitaabi illaahi tacaala dadka waxaa tukinaya salaada hee aqra'uhum kooda ugu xifdiga badan likitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala akaasuu sheegay salaada yaale imaamnimada yaale yaa ummadda ugu xifdi badan xifdiga waa isku khilaafaan saxa culammadu way isweyday xifdiga maxaa loo jeedaa ma macnaha ma ka fahansanba ma ka fiqiga salaada yaqaanaba maxaa loo jeedaa ishilmaqsuud ha markaa berigii hore iminka wixii bainoo kala qaadan berigii hore saxaabadii iyo taabiciintu alqaari huwa alcaalim wa huwa alfaqiih marka qaari la yidhaahdo waa caalim waana isagaana faqiih isagaana saaxibulaxkaama laba kala saarsaaran ma aysan ahayn laakiin mutaakhiriintii markii muslimiintu dib ay ugu dhaceen ayaa qaari qur'aan ahoon fiqigii aan haynin la helay faqiih aan qur'aankii hayninna la helay gadaalba wixii ay kala qaybqaybsameen laakiin berigii hore iyo curfigii hore oo marka af carabiga laga hadlahayo waxaa la eegaa kelmaddan curfigii hore sideebay dadkaasi u yaqaaneen qaari marka la sheego xilligii saxaabada iyo xilligii taabiciinta la sheego waa xaafid likitaabi illah caalim biaxkaamihi faqiihu intaas ayuu macnuhu u ahaa aqra'uhum likitaabi illahi markaa saddexdii macnoba saar axfaduhum dheh aclamuhum dheh iyo kii ku camal falayay ee rabbaaniga ahaaba dheh halka saf dheer buu geliyey sidee baa loo kala horumar dabcan waxaa leh imaamada masaajidka waxaa leh waaliga muslimiinta markaa cidda markaa u waaliga ah u imaamka ah ayaa leh iminkaa kan oo kale khidmadkan aan joogno se waali ma lihin mise ma lihin ha waaligaa leh hadduu iminka waaligu soo galo halkan ha madaxweynuhu hadduu soo galo salaada isagaa leh ka warrada lagu qabsan kara biyaa lagu qabsan isagaa leh kaas
ama cidu u igmado isagu ama isaga cidu u igmanaya taas waa kow laba waxaa la imaamada masaajidka waxaa le cidda masaajidka imaam looga dhigay cidda masaajidka imaam looga dhigay ugana hormari maysid kulana tartami maysid kuna riixi maysid imaamkaasaa leh ilaa uu isagu he uu fasax u kuu siiyo ku yidhahdo maanta fadal adigu he isaga ayaa leh ugu dambeys waad ku ixtiraamaysa saasoo kale ay leihin waxaa la yidhahdaa kaa alimaam araatib imaamka raatibka ah ee loo ogyahay laysku ogyahay isagu halkaa waaqifka uga ah ayaa maxay tolay ayaa leh qofka gurigaad ugu tagtana gurigiisa isagaa la imaamada waana masalo fiqhi oo dheer inaynu ku dawakhin waaye وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحجر كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا رواه البخاري في صحيحه كان القراء دول كي قرآن كهيي فضلي عمر بن الخطاب أمد أغتل جري kuwii la fadhiyey bay ahaayeen dadka qur'aanka haya xilligii cumar yacni meeshuu cumar ummadda uga talinayay yaa ag fadhihi jiray dadka qur'aanka haya wa mushaawaratihi dadka uu talada weydiiyo ee uu la tashan jirayna ahlulqur'aan bay ahaayeen xilligii cumar labada ha ahaadaan buu yidhi kuhuulan odayaal wa shabaaban dhallinyaro ama odayaal ha ahaadaan raggu cumar talada weydiinaya ahlu qur'aanka ah ama dhallinyaro ha ahaadaan oo da cabdullaahi ibnu cabbaas baa ka mid ahaa oo ilmo yara oo dhowr iyo toban jir ayuu nebigu geeriyooday cabdullaahi ibnu cabbaas sala allahu calayhi wasalam radia allahu canhu cumar baa agteeda fadhiisa odhan jiray raggii waaweynaa ee saxaabadii baa yar dhibsaday warkan yareen meesha idin ag marmaraya qaar baa way ishayin waayo yidhi war anagu waa caruur isaga la daa baanu dhalnay cumar oo dawaa sideeda haddii meesha caruur la keenay anaguna aanu kuwaygii soo xaabinadee anaguba kuwan afar iyo toban jeer marku cumar arkay in cabdullaahi ibnu cabbaas la yareen laya riixayo ayuu maalin yidhi bal waa ahe aayaddii idaa jaa nasrullahi walfatx waraayta annaasa yadkhuluuna fii tafsiirkeeda ii sheega buu yidhi maxaad aayaddaa ka taqaanaa maadaa tacrifuun ninba waxbuu sheegay cumar baa ihahda may saxaabadii baa weynaa wey kuhuusha ninba waxbuu sheegay may kaso cabdullahi ibnu cabbaas oo adigu aayaddaa maxaa kaaga baxay markaasuu yidhi aayaddu waxay inoo sheegaysay soo dhawaashihii geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalama markaa ilaahay waxa uu leeyahay nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam hawshaan kuu diray waad qabatay diintii way faaftay carab oo dhan baa diintii soo gashay mar haddaad xilkaagii gudatay agtayda inaad timaadaad mudan tahay anaad ii imanaysaa dembi dhaafka badi waa soo socotaa cumar baa intuu qoslay bu yidhi war yaa dhaheen intuu inan kaa yari ka yaqaano bal aniguna aan ka aqaanaa war yaa dhaheen waydinkay diidaya e ka yar wax kale uma haysta intaasaan u haystaa buu yidhi anii daaya ka yar buu yidhi intaasaan u haystaa oo qur-aankii buu yidhi nebigu ugu duceeyey cumar bnulkhadaab raggaasaa ag fadhiyi jiray ama odayaal ha noqdaan ama dhallinyaro ha noqdaan waxaa jira isaguna nin caan ku ahaa taariikhda muslimiinta oo dowladdii turkiya ka talin jiray caan ahaa sultaan alqaanuuni ayaa la odhan jiray ninkii ugu faraha badnaa dowladdii cuthumaanka dhul muslim dhulalka qabsatay aad mujaahid u ahaa buu ahaa ninkaas agtiisna waxaa fadhiyi jiray fuqahada muslimiinta magaaladiisa ayuu ka dhigan jiray dadka la tashada waxaa la yidhi ninkaasi go-aan ma qaadan ilaa uu culammada uu weydiiyo aftuunii iga fatwooda arrinkaa maxaan ka yeelaa arrinkaa maxaan ka yeelaa fatwadana wuxuu odhan jiray afka ha iga sheegine soo qora soona saxeexa sheekh hebel baa ku fatwooday markaasu ku fulin jiray qaanuuni waa go-ay qabrigii baa la dhigay sanduuq buu yidhi ha layla aaso sanduuq ayuu yidhi ha layla aaso qabriga ha layla dhigo sanduuqii baa lagu aasay maa zaban bay idhaahdeen warba ninkani sanduuqoonu isku aasay ha laga daba tago meesha inoo faqo bal sanduuqan waxaa ku jira inoo soo ogaada sanduuqii baa la soo saaray sanduuqiiba waxaa ku jira wax allaala wixii culammadu ay ku fatwoodeen ee sheekha ugu fatwoodeen warqadihii buu qaatay warqad baa ku jirta uu ku qorto uu yidhi yowma alqiyaama araxmaan oo haddaad i weydiiso intaan xukunka hayay waxaan sameeyey waxaan u sameeyey fatwadoodaan ku sameeyey rabbow iyaga ay ka mas-uulahaa
iyagaan weydiin jiray iyagaan tala weydiin jiray wax kastoo sameeyo iyagaan weydiin jiray markaas culimmadii halkii ku ooyeen waa ninku ina dil bay yihahdeen war ninku war soo ka ninku ina dilay ma war ninku ila wuu inoo dhuuntay saasay ahaan jiray markaa inay madaxda iyo hoggaanka ummadda nabi maxamed sal slam inay culamo ag joog joogtaa oo tala weydiistaa dadkii saalixiinta saasaa lagu yaqaanay wasayaati fi lbaabi بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب الباب هذا صوص عضنا وحا أحاديث بقى ينوغو إمان دونتا وعلم بيو إمام كبا إذا لحظة إمام النو غفر الله ذنبه ووسع الله مدخله إلهي ذنب جيسا هدى في قبر جيسا الله افتيق وعلم بيو أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم واعلم أوه مذهبك صحا إلا دورتي أي عسكرين علماء أقونتودا لقدتكبا ila qaar aan lagu tukubin baa jira aqoontooda wa qaar baa haysta ul boobooca ma ul boobooca maa lagu tukubi kare qaarna waxay haystaan loox asal ah ha raggii buu kala saaraya waclam ogow buu yihi anna almadhab asaxiix madhabka saxda almukhtaar ee la doortay alladii calayhi oo ay ku sugan yihiin man yuctamadu ka la cuskado min alculamaai culammada madhabku waa maxay أن قراءة القرآن قرآن كأخرس كيس أفضل أياك فضل بضن من التسبيح سبحان الله سبحان الله والتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وغيرهما لبدا غير كود من الأذكار أذكارت وقد تظاهرت ويموغطو ويعداتي الأدلة مرخاتك يدليلك على ذلك وركاء كوشيغي والله أعلم bimacnaa markaa salaadaha aad tukatida nawaafishaada aad tukatida adkaar aad samaynaysid laba mid baa ku hor jooga inaad wardigaagii qur'aanka horta aad ridatid wardigaa qof kastoo inaga mid wardi qur'aan uu leeyahy wardiguna waa laba wardigaa qur'aanku waa laba mid tilaawatan ah oo isleedahay toddoba maalmood ku dhamme ama soddon maalmood ku dhamme saas oo kale wardigaas waa wardiga qiraa wardi kale jiro oo ay tahay inaynu wada lahaano طalabatulcilmi iyo odayaal iyo cid walba oo waxaa la yidhaahdaa wardu tadabur laba wardi baynu lahaanaynaa filqur'aan asalkaba midi waa kaa maxay ah aynu akhrinayno aynu leenahay maanta juskii ma akhriyey maanta xisbigii ma akhriyey maanta laba juus ma akhriyey kaas baa wardiga dadka saalixiintana salaadahay ku darsadaanba salaadaha oo qaari wardigooda habeenkii qiyaamileelkii dib ugu dhigtaa juskii juskiisaa u akhrisanayo salaad iyo qiyaamileel iyo qur'aankiisiibuu isku darsadaa intiisi yaradba way isugu duuduubanta kaas waa wardu waxaad leedahay wardu tilaawa wardi kalaa jiro la yidhahdo wardu tadabur waa maxay qur'aanka fahamkiisa kaas marka kaa tadaburka ma badinaysid toban aayadood shan aayadood hal aayad iyo warqad iyo qalin ayaa ku ag yaala markaas waad ku celcelinaysaa ilaa ay aayaddaasi ku dhaqaajiso waxoogaa in aad aragtay jirkaagi oo dubaaxinayo qalbigaagi oo dubaaxinayo keliga adiga oo jooga aayadda iftiin baa kaaga baxaya markaas oo calaamadaysanaysa haddaynu inkastwada waraysanno qof kastoo inaga mid odhaado waar aayaddeebaa qur'aanka kuugu saamayn badan nin walba midbaa si yaroo gaara u saamaysa mid walba aayad qur'aana ayaa si gaara kuu saama hada waa wardigii tadaburka ahaa nacam الله المستعان إذن أخرس كقرآن كايا كفضل بدن التسبيح والتهليل الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم ذاتك قرآن كأهل القرآن كرامي هي إلا الريب إلا الربو أهل القرآن هالربو أهل القرآن هالربو هذا لها أقيسا ربها أقيسا ها حمن أهل القرآن اسكايلال أهل القرآن اسكايلال في إكرامي إلا كراميو qur'aan dadka u saaxiibka ah wannahyi waa la reebay can adaahum in la dhibo qaala allahu tacaala dalika waman yucadim shacaa'ira allaahi fa innahaa min taqwa alquluubi warkaasi buu yihi allah subxaanah cidda weynaysa shacaa'irta ilaahay
weynaynta aad weynayso shacaa'irta ilaahay waxay markhaati u tahay cabsi qalbi degtay oo markaad qur'aanka aad weynayso qur'aanku waa shacaa'irkii ilaahay baytullaahi markaad weynayso waa shacaa'irkii ilaahay xabiibka markaad weynayso waa shacaa'irkii ilaahay qowlkii nebiga markaad weynayso waa shacaa'irkii ilaahay masaajidda buyuudka ilaahay waa shacaa'irkii talabatul cilm dadka cilmiga diinta ilaahay baranaya waa weynaynta iyo xurmada aad u haysaan waa min shacaa'irillaah shacaa'irka ilaahay weynaynta aad weynaysaa qalbigaaga inay cabsi ilaahay ku jirtay marag u tahay dalika waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayru lahu cinda rabbi xurumaadka ilaahay uu dhigay cidda weynaysaa ilaahay agtii khayr bay qofkaa u yaalla wakfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin u hoori dhankaaga inta ku raacday ee mu'miniinta nebi maxamed buu ilaahay la hadlay sal saxaabada ku raacday mu'miniinta ahaa ha iska weynaynin ha faquuqin ha fogaynin ha yasin ha dhibin dhankaaga u raarici nebi maxamedu sala allahu calayhi wasalam caalimkii iyo ninkii wax dhigayna waxa ardadaada sida adiguna u hayso oo had iyo jeer aruurso wa qaala allahu tacaala waladiina duulka yu'duuna dhibaya almu'miniina mu'miniinta waalmu'minaati mu'minaadka maxay ku dhibayaan bikayri maktasabu ku been abuuranahaya wax laala wax dembiyo lagu dhibo ma galabsanine waa dulmi faqad ixtamaluu dhabarka waxay u dhigteen buhtaanan been abuur wa isman dembi mubiinan cad mu'min ha dhibin ayaamaa kaana kaa maqan galo mu'minku hadaa arin oo arrimahay tahay inaynu calaamadayno kufuu can man qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah inta tii carafkaaga ha ka nabad gasho oo qalbigaaga ha ka nabad gasho oo gacantaada ha ka nabad gasho oo u ducee waxba haddaana tanayn adigu u ducee u ducee adi alla subxaana watacala ilaahay inuu yasiro subxaana wa tacala wixii naseexa iyo wanaagaas leedahay u sheegna soro hoosa u sheeg arrinkaa yarba bas adiga adigu kaa dhacay xarajkii marka khalaas xarajkii sharciga ahaa sheegtay kaa dhac mikrofoon ha u qaadan mikrofoon yaa la isku qaadan wa fi lbaabi حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني صو الشيخ لما ذي بابين صو قال لني وعن أبي موسى حديث كنين كل مينه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى وينينت إلهي لويني وحا كم من إكرام إلا كراميه ذي الشيبة عر قف الصاحبة المسلم مسلم أه مسلم عر كن عض وأضي سما أضي عر على من عر قتاله وينين تأذ قفك وينين سم مؤمنك أه وحي مرخات أطه إلى هين أورك إن كوي سبحانه وتعالى الله أكبر إن من إجلال الله إلى هين وينين تيس سرية سبحانه وحكم ذا إكرام إلا كراميو ذي الشيبة عرمض صاحبة المسلم مسلم أحد كو إن من إجلال الله تعالى وحاكم ذا إكرام إلا كراميو حامل القرآن كقرآن كسيدا غير الغالي فيه أن كنت رحت قيد والجافي عنه أن كقابلين لبس الله كاسنا إلا كراميو ilaahay karaameyntiisa ka mid tahay subxaanahu wa tacaala labuu inoo sheegay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam oday da'ah islaam da'ah oo cirra taabatay dhallinyaroy weynaynta aad weynaysood qadarkiisa aad horumarisood u ogaatid wanaag aha awoogay baa odhan jiray war hortay buu soomay kan cirrada lihibiyu hortaabuu soomay hortaabuu salaaday buu odhan jiray baan ilaahay kaaga dhahay in hortaa soomay oo salaaday ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a curoole mu'min ah inaad karaamaysid weliba dhallinyarada iminka laguma hayo a dhallinyarda iminka waxaa ku jira hagaldaac iyagar iska reeb ayaa ku jirta ahlan xadiis saxiixaa jira saxiixu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay inta dadkiina waaweyn aad karaamaynaysaan khayr baa idinku jira xadiisku waa saxiix dadkiina waaweyn inta aad karaamaynaysaan khayr baa idinku jira bu nabiguri sala allahu calayhi wasalam laba yaa kale la karaa ilaahay in la weyneeyo kadaalika waxa ayo qofka qur'aanka sida oo laba mid ah hayri alghaali fiihi oon ku talax tagaynin ghaali maxaa looga jeedaa almutashadidu fi lqur'aani fii hayri makaanihi tashadud aan loo baahnayn oo qur'aanka aayadihiisa qalloocinaya axkaam aan qur'aanka ku caddeen dhex dhigaya
dan gaara qur'aanka kale maroojinaya aayadihii ilaahay kaalama rabo waljaafi canhu iyo mid ka gaabiyo aayaddiiyo xukunkiiyo cad ku camal fal aan laga karaynin hawa nafsi iyo dareen dadbanuu qaba awgii dareen ba hawaa ku jirta hawadaas uu diidaya aayadda waa jaafi canhu midina qur'aanku waxaanu xambaarsanayn buu xambaarinayaa dan kalu isaguna uu ka leeyahy ya dan kale ayuu ka leeyahoo markii cabdullaahi ibnu cabbaas cali bin abi aalib uu u diray uu yidhi war oradoo khawaarij lix kun oo ka goosto oo ka fallaagoobay cali ayuu cali yidhi war u tagoo halkaasay isku aruureene la soo dood la soo doodoo bal waxaan ay igaga fallaagoobeen igaga tageen la soo dood ibnu cabbaaso oo weliba xagga sunnada kula dood buu yidhi xagga sunnada aayadaha axaadiista sunnada qabso buu yidhi fa ina alqur'aana xamaalu awjihin qur'aanku wuxuu xambaarsan wejiyo fara badanoo qof kastoo roobax inuu qalloocsado aayad buu kuu dhiibaya meel buu marsanaya hadda meel kale u socdaa markaasuyo bal cabdullaahi ibnu cabbaas xagga axaadiista raggan hedha ku soo qabo lixdii kun afar kun buu soo celiyay cabdullaahi ibnu cabbaas oo toobad keenay baabulxukmiga markii uu kala dooday doo dheer bay ahayd waqti ma hayne eh laakiin maxaa la rabaa xaamid qur'aanki qur'aanka sida laba ayuu nebigu ka reebay markaa saaxib lguluwi wa saaxib ljafaa ha ku tarax tegin qur'aanka shiddo aan meesheedii ahayn xukun aan u saarnaynna ha saarin laba xukunkiisoo cadna ha ka gaabinin hawa nafsi iyo dangaarood leedahay ha uga leexan qur'aanka sawar cad maaha labadaas waa kaa ninka saddexaadee la karaamaynaya waayo dhegayso min ijlaalillaahi weynaynta ilaahay waxaa ka mid ah ikraama in la karaameeyo dhisultaani sultaan mid u saaxiiba almuqsid ee cadaalad fala waa madaxdii markaa madax min allaala meesha doona madaxa ka ahaado iskuul madaxa ka ahaado malcaamad madaxa ka ahaado masaajid ha ka ahaado hawshii haayo amiirkii ha ahaado ha ahaado khaliifkii muslimiinta ugu sarreeya madaxweynaha markaa jooga ha noqdo wasiir ha noqdo waa di sultaan sultaan buu saaxiib u yahay xil baad u dhiibateen ummaddii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waanu idiin cadaalad falaa allahu akbar isagii maxaa laga rabaa inuu ummadda u cadaalad falo adna maxaa laga rabaa weyne oo qiime sawar cad maha saddexdaasuu nebigu sal allahu calayhi wasalam karaamaynta la karaameeyaa waxay ka mid tahay ilaahay oo la weyneeyo curoore nin qur'aan sida oon ku tarax tagin aana ka gaabin iyo madax ummadda nebi maxamed cadaaladda ku dhex wada rawaahu abu daa'uud wa huwa xadiidu xasan waayahay صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسبوع الدنباء إذا هلكا كقال دوننا إلهي دنبيين هل دعفوا دنبي والدين الله هل دعفوا بإذن الله تبارك وتعالى خاتمة الله إنه هكذا علم صالحة الله إنا برع علماء دين تي نور نكتي إنت النور الله كرامي إنت هو يتين إلهي قبرك ها النوري إسلام كالله كره كيالو إسلام كالله كره كيالو دين إسلام كالله أهلي عدو قيدة الله هجبي إلهي قلوبة مسلمين الله إسكو كانوا حسد يا النفاق يا حمى يا اخلاق حمى لابتين الله كقال كو در الهي علمك ودغنا يا الله ان نغدغ كو الله اسو دويا اكتيس الله ان نغدغ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه